لك شربل. المباراة بعد لحظات قليلة رح تنطلق. اليوم طرابلس عم بيستضيفوا فريق الأنصار بأول مباراة للفريقين ضمن الدوري اللبناني لكرة القدم. جمهور طرابلس اليوم على يمين المنصة وجمهور الأنصار بمواجهة المنصة الرئيسية. قائدي الفريقين عم نشوفهم قدامنا على الشاشة. تشكيلة فريق طرابلس: عبدو طافي، عبد الله مغربي، عبد الله عيش، أحمد مغربي، كلاوديو معلوف، تياغو أمرال، وليد فتوح، حسن عويس، وكمان أحمد دياب، أنس أبو صالح لاعب الأنصار السابق، وأيضا نيناد نوفاكوفيتش. هذا بالنسبة لتشكيلة فريق طرابلس والاحتياط عم نشوفهم قدامنا. رح ننتقل لتشكيلة الأنصار كمان، والأنصار يلي هو اليوم عم بيلعب خارج أرضه. ربيع الكاخي بحراسة المرمى، مش حسن مغنية، معتز بالله جنادي، أبو بكر كمارة، أمير حصري، علي عبود، عدنان حيدر، عباس عطوي، أيضا علاء الدين البابا، مالك الحجي نحكي عنه بعد شوي، بنعطيكم كل المعلومات، حسن شعيطو وخالد تكجي، الكوتش روبرت جاسبرت، وكوتش فريق طرابلس تيو بوكر. هذا بالنسبة للفريقين والمباراة يلي رح تنطلق بعد لحظات قليلة. الموسم الماضي فريق طرابلس سجل 34 هدف، بيناتهم كان عنده هداف الدوري اللبناني أبو بكر المل. أبو بكر المل يلي غادر الفريق مع 16 هدف، وفي الشمسين مع 7 أهداف، يعني 23 هدف سجلوا اللاعبين من أصل 34 هالموسم منن موجودين مع فريق طرابلس. فريق طرابلس صار معه مدرب من العيار الثقيل هو تيو بوكر يلي ما بيستسلم ابدا. وقت نقول كوتش الماني بنعرف الالمان والكره الالمانيه يلي بيلعبوا الدقيقه 90 والروح المعنويه العاليه يلي بثها بالفريق. كمان رح يكون عنده 3 لاعبين جداد اجانب بيعدوا امال عليهم كثير كبيره، خاصه اللاعب البرازيلي تياغو دو امارال او تياغو نمبر 11، حسن العويد اللاعب السوري رقم 7، واللاعب الثالث الاجنبي نيناد نوفاكوفيتش او نوفا بغنجو هون هو نوفاكوفيتش لاعب من البوسنه رقمه 26. فريق الانصار فريق تقريبا جديد اذا بدنا نطلع، وحكم المباراه سامر السيد قاسم يلي راح يقود هالمباراه الافتتاحيه على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بطرابلس. بدنا نوجه تحية لكل مشاهدي الام تي في اللي عم يتابعوا شاشة الام تي في مع ختام الأسبوع الأول من الدوري اللبناني لكرة القدم. ويلاف تريبولي، رابطة مشجعين نادي طرابلس يلي حاطينا هاليافطة بطريقة كتير حلوة على مدرج نادي الأنصار. مش بس أنتم بتحبوا طرابلس، ولبنان كله بحب طرابلس. فبداية المباراة والكرة مع خالد تكجي، خالد تكجي يلي عم بمررها بهالوقت لعدنان حيدر المحترف كان بالنروج لاعب منتخب لبنان. الكرة بتنقطع من فريق طرابلس وتحديدا من اللاعب أحمد مغربي. كرة على الجهة اليسرى بيتقدم فيها بطريقة ولا أحلى أحمد دياب، بعده محافظ على الكرة أحمد دياب وبيحصل على رمي التماس. رمي التماس لصالح فريق طرابلس. كنا متوقعين شوف جمهور انصاري اكثر بهالمباراه. بنعرف القاعده الجماهيريه الكبيره اللي بيتمتع فيها الانصار بالشمال وبطرابلس خصيصا. رمي التماس رح تكون لاحمد مغربي يلي رح ينفذ رمي التماس طويله داخل منطقه الجزاء. كره بتتنفذ، بيبعدها قلب الدفاع ابو بكر كمارا لاعب من غينيا كوناكري. بالاعاده عم نشوف هون الكرة المشتركة اللي كانت بين اللاعبين. أبو بكر كمارا بمرر هالكرة في أكثر من لاعب رح نحكي عنهم بصفوف فريق الأنصار، مثل أمير الحصري اللاعب رقم 93، أمير الحصري يلي لعب مع فريق السلام ضمن كأس النخبة، وأمير الحصري أيضا لاعب لبناني عايش برا ووصل لينضم بأول موسم له للدوري اللبناني. كرة حاليا مع فريق الانصار، معتز بالله جنادي كابتن الفريق اللي كان عم بمر الكرة. نعرف قديش مهمة أول مباراة، الأنصار بده ينسى الموسم الماضي مباراته الأولى بالدوري كانت بمواجهة فريق السلام وقت خسرها 2-5. ربيع الكاخي اليوم بحراسة المرمى، ربيع اللي بمرر لمعتز، معتز بيرجع الكرة يلي رح يكون فينا نقول
هو مصدر الهجمات الأنصارية اليوم. عدنان حيدر، كرة عم توصل لحجي مالك اللاعب السنغالي، بيتقدم حجي مالك اللاعب السنغالي. اليوم لاعبين أجنبيين بصفوف فريق الأنصار، تالانداي بعده غايب بسبب الإصابة. كرة بتنرفع داخل منطقة الجزاء وبتنبعد لخارج الملعب، أول ركلة ركنية بالمباراة رح تكون لصالح فريق الأنصار مع خالد تكجي اللي بيرفع هالكرة. خالد تكجي لاعب النجم السابق اللي انتقل هالموسم لفريق الأنصار، يعني شفنا هالموسم هو كان الأجمل من حيث الانتقالات ومن حيث الصفقات اللي كانت عم بتصير من ناحية اللاعبين. ايضا عباس عطوي اونيغا، عباس عطوي اونيغا يلي بيرفع الكره داخل منطقه جزاء وبين ايدين عبدو طافي. عبدو طافي هي اللي برز ولمع اسمه ايام فريق النجمه. كره حاليا تنتقل لفريق طرابلس يلي اليوم مواجهه المانيه، المانيه مع روبرت جاسبرت وتيو بوكر، مدربين بيعرفوا كره القدم اللبنانيه كثير منيح. تياغو بيرجع الكره للخلف لأنس أبو صالح يلي عم يلعب ضد فريقه السابق ضد فريق الأنصار، وفي خطأ لصالح فريق الأنصار، هيك بشير الحكم علي المقداد بيرفع رايته ليعلن عن خطأ. أرضية الملعب هي من الأجمل بلبنان، يعني وقت بدنا نقول مباراة على ملعب طرابلس بدنا نقول دغري أبو حلمي. أبو حلمي يلي فعلا بيعمل شغل كثير كبير بهالملعب من 15 سنة، وأرضية ملعب طرابلس هي ذاتها. كرة أمامية مع فريق الأنصار بعدها داخل الملعب، مش لوقت كثير لأنه بالنهاية رح تنتقل لركلة مرمى. شربل بهالوقت في مبارتين بلشوا كمان، النبي شيد تضامن صور الإصلاح والشباب العربي. طبعا الكل فارس عم يتطلع على مباراة الأنصار وطرابلس، لكن بدون شك مباراة الإصلاح البرج الشمالي والشباب العربي أيضا اليوم مباراة مهمة بالنسبة لهالفريقين بأول تجربة لهم ببطولة الدرجة الأولى هالموسم بعد صعودهم بنهاية الموسم الماضي. يعني مباراة الأنصار وطرابلس هي كانت منتظرة أن تكون مسك الختام لمرحلة الأولى، كانت فينا نقول بدايتها أكثر من ممتازة. شفنا العهد والنجمي كانوا عم يفتتحوا البطوله باجمل طريقه ممكنه، وبالتعادل 2-2 امبارح الاخاء الاهلي عليه كان عم يعادل الرسنج بالدقيقه 89 تنتهي المباراه بالتعادل 1-1، والصفا هو متصدر ولو من المبكر الحديث عن الصداره، متصدر مؤقت كان بفوزه على السلام صغرتا بصغرتا بنتيجه 1-0. نبقى بمباراه اليوم بمباراه الانصار وطرابلس وفريق الانصار المتوقع منه كثير هالموسم، مع ابو بكر كمارة بيلعب الكره امام للحاج مالك، ايضا منتظر هاللاعب انه يكون واحد من الهدافين المرعبين بالدوري اللبناني هالموسم، يكون عم بيصارع على صداره الهدافين. حكينا كثير فارس يعني من اول يوم على بدايه الموسم الجديد انه الصراع رح يكون كثير كبير من الهدافين الاجانب تحديدا، وكيف اذا الانصار رح يزيد على الحاج مالك بالاسابيع المقبله تالانداي الغني عن التعريف. الوقت يلي حاليا معتز بالله جنادي العائد الى صفوف الانصار كان بمواجهه مع المهاجم السوري حسن العويد، الثلاثي الاجنبي عن طرابلس حسن العويد، تياغو امارال البرازيلي، ونيناد نوفاكوفيتش نوفا البوسني. المقابل الاعتماد على ابو بكر كمارا والحاج مالك. خالد تكج عم يعمل كنترول على كرته بمواجهه انس ابو صالح، ملا بدايه بالدوري لانس ابو صالح ضد فريقه السابق يلي ارتبط اسمه فيه من بداياته. خطر الانصار ممكن تكون مع شبريكو عم يوسع لمسه، ممكن سدد شبريكو بسدد انما عم ترتد الكره من دفاع طرابلس. بدايه هجوميه للانصار مثل ما هو واضح بالمباراه، كره على الجهه اليمنى علي عبود، مفاجاه فعلا بالتشكيله وجود علي عبود وامير الحصري اليوم. يعني فريق الانصار عنده عده لاعبين خارج التشكيله، في بعد الوحيد الموقوف هو محمود القجب من نهائي كاس السوبر، بالاضافه كمان عبد الله طالب، تالانداي، في بلال نجدي، محمد كرحاني، امير الحاف، في كثير من اللاعبين اليوم بغيبوا عن فريق الانصار، وكابتن طرابلس السابق عبد الله طالب ايضا اليوم بعده عم بيتعالج مثل ما عرفنا من بلال فراج مدير نادي الانصار انه بعده عبد الله طالب عم بيخضع للعلاج. وبالاعاده بنرجع بنشوف تسديده شبريكو يلي ما رح تشكل خطر ابدا.
احمد مغربي خيو لاكرم لاعب فريق النجمه، وارضيه الملعب يعني لا غبار عليه. هون عم نشوف الجهاز الفني والاحتياط اللاعبين عند فريق طرابلس، وابرزهم اكيد ورطان غزاريان، ورطان يلي واحد من ابرز اللاعبين يلي مرقوا بتاريخ كره القدم اللبنانيه. يعني بس تقول ورطان ما فيك الا ما تتذكر اجمل ايام الفوتبول الا ما تتذكر الشباك اللي كانت تهتز بالملاعب ورطان، ان كان ايام وجوده مع هومنتمن او مع الحكمه ايضا. ورطان يعني مع منتخب لبنان ترك بصمه كثير كبيره من دون شك ورطان غزاريان، وكل مره بنشوف ورطان نتمنى انه نشوف لاعب مثله على ارض الملعب. على كل حال الموهوبين كتار والمميزين كتار هالموسم، ان كان مع العهد النجمي او الانصار او حتى الفرق الاخرى. ابو بكر كمارا، علي عبود، ضغط عالي عم بيكون من فريق طرابلس ببدايه المباراه. هيدي هي طريقه تيو بوكر، الضغط بمنتصف ملعب الخصم بمحاوله للسيطره على خط الوسط والاستحواذ بشكل كبير. كمارا من جديد، دائما البحث عن الحاج مالك يلي عم يتعرض لخطأ. حاج مالك أمامنا على الشاشة كان لعب مع الأهلي الأردني، وتجربة احترافية ثانية للمهاجم السنغالي خارج حدود السنغال بعد الأهلي الأردني. بالوقت يلعب عباس عطوي، عم يلعب كبريرا ويو سجل برأسه للأنصار بالإعادة بالرشيدي. أونيكا بالتمريرة الطويلة الأمامية، فعلا علي على الأرض على البابا وبرأسه سجل بمرمي عبد الطافع. ذكي كثير من المهندس من الفنان عباس عطوي. أونيكا وعلاء البابا كان عم ينسل بين المدافعين بدون أي رقابة. شوفوا كيف هرب من كلاوديو معلوف. وينك يا كلاوديو؟ كلاوديو معلوف سوء تغطية كان بالكرة الأخيرة، وقدر علاء البابا يهرب يسجل برأسه أولى أهداف المباراة. الأنصار عم يتقدم على طرابلس بطرابلس بالدقيقة التاسعة تحديدا بهدفه لعلاء البابا. حكينا فارس قبل بداية المباراة إنه علاء البابا بمركز جديد، وسألنا هل ممكن هالأمر يحد من خطورته الهجومية بما إنه عم يكون موجود على جانب عباس عطوي. لكن على ما يبدو فلسفة روبن جاسبر هي إعطاء دور حر لعلاء البابا لينطلق من الخلف، ينزل خلف خطوط الدفاع ويسجل بالطريقه يلي شفناها من دون شك. هدف مدروس بالنسبه للانصار. يعني روبرت جاسبرت صار له اسبوعين بس مع فريق الانصار، اسبوع كان عنده معسكر بالبقاع، اسبوع ثاني وكره اماميه داخل منطقه الجزاء وفرصه انصاريه وجول. يعني بالدقيقه واحد الانصار عم يسجل هدفين، عم يقضي على بدايه المباراه. اعصاب لاعبي فريق طرابلس لازم يستوعبوا الهدفين، والا راح تكون نتيجه اليوم قياسيه، نتيجه كبيره لفريق الانصار. خطا كثير كبير من دفاع فريق طرابلس يلي ترك لاعبي فريق الانصار لحالهم، وما راح يخيب الامال ابدا معتز باللهج نادي. بنشوف الكره داخل منطقه جزاء، معتز عم بيسجل هدف التعادل كمان مره. الاونيغا بمرر الحاج مالك كمان تمريره اسيست، ومن دون اي صعوبه ابدا. الانصار فريق لهلا مرعب ببدايه المباراه، عم يلعب كره سهله، كره حلوه. هيدا السهل الممتنع، هيدا الفوتبول يلي بيقدر يوصل باي لحظه فيها على مرمى فريق طرابلس. 2-0 ببدايه المباراه، نتيجه ما حدا كان بيتوقع ابدا انه طرابلس على ملعبه يتلقى مرمي هدفين باول 10 دقائق من بدايه اللقاء. والامر اللافت فارس يعني سوء التغطيه او عدم وجود المدافعين بالنسبه لطرابلس على الجهه اليمنى، يعني كلاوديو معلوف، وليد فتوح، وين التغطيه الدفاعيه
بكل بساطة عباس عطوي كان بلمساته بتمريراته فعلا الكريدت كتير كبير بينعطى للرقم 10 يلي من وراه أنا برأيي إجوا الهدفين بفضل عباس عطوي. تمريرته للحاج مالك كانت ذكية كتير، والحاج مالك أيضا أكد أنه هو أكثر من مهاجم هداف. كرته العرضية وصلت لمعتز بالله الجنيدي وملا عودة إلى الأنصار لمعتز بالله الجنيدي من الباب العريض. كابتن الأنصار عم يأكد حضوره والأنصار عم يعزز تقدمه بهدفين مع رمي التماس من أحمد مغربي. حسن العويد برأسه ترجع لعند المغربي، الكرة العرضية والعان المباراة نار بين طرابلس والأنصار. هجمة من هون هجمة من هون والتقدم دائما للفريق الأخضر يلي حاليا عم يحاول ينطلق مع الشبريكو، والكرة مقطوعة إلى رمي التماس. يعني صحيح هدفين سريعين بأول 11 دقيقة، الفارق بين الهدف الأول والهدف الثاني فارس هو دقيقتين بس، لكن من دون شك هيدا رح يعطي زخم كبير للمباراة. تقدم الأنصار بهدفين، ما بعتقد طرابلس رح ينام على هالهدفين أو يستسلم بهالوقت المبكر. لا يزال من المبكر الحديث عن فائز وخاسر بالمباراة، أمامنا كثير من الوقت ولو أنه الأنصار متقدم مثل ما حكينا. الحاج مالك هيدا بحاول يمص، أكثر اللاعبين تعرضا للأخطاء لحد الوقت هو الرقم 9 الحاج مالك. تحركه من الجهة اليسرى للجهة اليمنى عم يعمل قلق، عم يعمل إزعاج كثير كبير لمدافعي طرابلس، ما عم يعرفوا كيف ممكن يغطوا الحاج مالك، لأن من الصعب انك تعمل ماركاج على هيك لاعب مان تو مان لانه عم يتنقل كثير بالمساحات بالثلث الاخير من الملعب. تحديدا لاعب مبين عنده المهارات الفرديه العاليه، وبطاقه صفراء بهالوقت لنوفاكوفيتش يلي عم يتلقى اول انذار بهالمباراه. هيدا بدل قديش شد العصبي عند اللاعبين، يعني وقت لاعب بده يدخل مرميه هدفين بدقيقتين ما راح يكون ابدا مرتاح وما راح يكون ابدا راضي عن اداء فريقه ككل. كرة هون منتبعها كمان خطأ جديد من دفاع فريق طرابلس. خالد تكجي، خالد تكجي الحكم بيقول ما في خطأ، بتابع الكرة بيعتبر انه خالد تكجي كان عم بيمثل شوي بهالكرة، ما كان في فاول. فريق طرابلس يلي عم يعتمد على الهجمات مرتدة حاليا، كلاوديو معلوف بمر الكرة على الجهة اليمنى، بترجع لكلاوديو معلوف، كلاوديو معلوف بيقري بيلعب الكرة على الجهة اليمنى لعند وليد فتوح، وليد فتوح بيلتقط الكرة للاعب البرازيلي تياغو، تياغو بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. ومباراة سريعة، مباراة فعلا سريعة كثير، رح تخلي الجمهور يلي عم يتابع شاشة دايم تي في بالبيت يستمتع، يستمتع. منا مباراة سهلة أبدا، ما حدا بيعرف شو معقول يصير. هيدا فريق طرابلس فريق عنيد على ملعبه، الأنصار فريق بطل، فريق حامل لقب بطولة لبنان 13 مرة، عنده الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب بطولة لبنان. الأنصار هالموسم ما رح يرضى إلا بلقب بطولة لبنان مثله، مثل النجمة، مثل العهد، مثل كتار من الفرق. كرة أمامية أيضا داخل منطقة الجزاء عم يبعدها وليد عبود وبيحصل على خطأ، أو علي عبود اخذنا عقلنا وليد. شربي جمهور الأنصار اليوم كان عم بيقول لي نبيل بدر رئيس النادي إنه كان متوقع يكون جمهور أكثر اليوم بهالطقس الحلو بطرابلس، كان متوقع إنه يشوف جمهور أكثر، بس جمهور الأنصار ما عم بيسكت، وجمهور طرابلس إذا بنلاحظ كمان داخل مرمي ونهدفين كمان ما عم بيسكتوا ابدا لهلا من بدايه المباراه. يعني جمهور الانصار دائما كان حاضر خلف فريقه بطرابلس، بيحشد دائما الانصار بطرابلس، القلعه الانصاريه فينا نقول طرابلسيه شماليه. لكن اليوم امر مستغرب انه ما شفنا المدرج المواجه للمنصه الرئيسيه ممتلئ على الاخر، ولو انه الحضور لافت بالنسبه للجمهور الانصاري برايي. المقابل ايضا الى يمين المنصه جمهور طرابلسي موجود كالعاده لمؤازرة فريق طرابلس يلي خسرت الاجتماعي بالدرجة الأولى بدوري الأضواء بعد سقوطه بالموسم الماضي، وبقي طرابلس حامل اسم المدينة موجود كممثل لعاصمة الشمال بالدرجة الأولى. حتى فريق طرابلس الموسم الماضي كان مهدد بالسقوط، وكلنا بنتذكر مباراة قبل الأخيرة على ملعب أمين عبد النور بحمدون وقت كانوا بعشر لاعبين وربحوا على الإخاء 2-1 وضمنوا بقائهم بالدرجة الأولى. فريق طرابلس شغلة بدنا نتوقف عندها وما فينا نتخبى وراء إصبعنا أبدا. وقت بدنا نقول أبو بكر المال وفايز شمسين سجلوا 23 هدف من أصل 34 صحيح سجلوا طرابلس الموسم الماضي، خسرهم هالفريق هالموسم صعب جدا إنه يتعوضوا.
يعني ولفت انه الانصار ما كان افضل على الصعيد الهجومي بالموسم الماضي فارس، مثل ما تحدثنا قبل بدايه المباراه الانصار سجل 35 هدف بس وتلقى مرمية 40 هدف، وبالتالي اليوم منه مستغرب عم نشوف خط دفاع انصاري جديد بالنسبه للفريق الاخضر المتقدم بهدفين وعنده ركله ركنيه حاليا. عباس عتوي اونيكا للخلف لعند علي عبود من اول مره، علي عبود بحاول يلعبها داخل المنطقه بتوصل الحاج مالك، ما خلصت بالنسبه للانصار، تبقى للفريق الاخضر. امير الحصري عم يسدد كره قويه بقدمه اليسرى، اللاعب يلي شفناه عم بيشارك بكاس النخبه مع السلام صغرتا، وكان من المفترض انه نشوفه الموسم مع السلام لكن فك ارتباطه مع السلام صغرتا وموجود هو مع الانصار. لاعب قادم من بلجيكا امير الحصري، وبصراحه مفاجئ مشاركته اليوم مع روبرت جاسبر كل وقت يلي في لاعب مثل نصار بيقدر يلعب بمركز الظهيرين، لكن مين بيعرف شو هي حسابات المدربين افكار المدربين، كل واحد له شغله على ارض الملعب، له افكاره وله فلسفته. ولحد هالوقت روبرت جاسبر بالمواجهه الالمانيه مع تيو بوكير متفوق بهدفي علاء البابا ومعتز بالله الجنادي. احمد مغربي بحاول يتقدم، مقطوعه من امير بتروح لعند الشبريكو بكل المراكز، جوكر فريق الانصار بيقدر يلعب بكل المراكز الشبريكو على الطرف كظهير ورا المهاجمين. عدنان حيدر القادم من النروج باول تجربه له بالدوري اللبناني، خالد تكجي كان عم يحاول يمر عن عبد الله مغربي لكن مش بهالسهوله يا خالد تقدر تمر عن عبد الله مغربي. كلاوديو معلوف يسال عن الهدف الاول، كلاوديو معلوف يسأل عن الهدف الأول يلي سجله علاء البابا. أيضا التمريرة أمامية باتجاه وليد فتوح، خطير وليد فتوح، الكرة العرضية مقطوعة إلى رمية التماس، ما في أي ركنية، رمية التماس لطرابلس مع وليد فتوح. أيضا معتز بالله جنادي المدافع الدولي، عبد الله مغربي للفتوح، ايضا العرضيه المره قصيره السهله بمتناول عدنان حيدر. خالد التكجي بحاول يطلع مع علاء البابا، فنان علاء البابا، شو هالمرور الحلو كان من علاء البابا، ما كان في اي حل الا ايقاف علاء البابا بالخطا. ايضا علاء البابا يعني بصراحه من اللاعبين يلي بيلفتوني بشكل كثير كبير، مميز جدا من ايام ما كان مع فريق الصفا، بأي مركز بتحط علاء البابا بيقدر يعطيك نتيجة إلا بحراسة مرمى. طبيعي. على كل حال كرة للشبريكو بيحميها بطريقة ممتازة، شعيتو أيضا بحاول يمر، دائما عم يحاول يستخدم سرعته بمواجهة عبد الله عيش، عم يرتكب الخطأ حسن شعيتو شبريكو. فريق الأنصار هالموسم يعني مختلف تماما عن فريق الأنصار الموسم الماضي من ناحية اللاعبين والتعاقدات يلي صاروا من فريق الأنصار. عم نشوف خطأ جديد هون كان على اللاعب تياغو اللاعب البرازيلي لاعب رقم 11 بصفوف فريق طرابلس يلي عم يجرب يقلص الفارق، وإذا قدر يقلص الفارق يعني بتكون عمل نتيجة جيدة جدا لأنه بعد باقي وقت منيح من زمن المباراة. هون ربيع الكاخي يلي اليوم عم بيكون الحارس الأساسي، ربيع الكاخي الكرة بترجع لعند أبو بكر كمارة، أبو بكر كمارة يلي عم بيقود دفاع فريق الأنصار، لاعب رايق كتير بيمتاز بطول القامة وبالكرات الرأسية العالية. معتز بالله جنادي صاحب الهدف الثاني، هون التكجي شو راح يعمل التكجي، عم بيطالب بخطا، الحكم بيتابع بقول ما في خطا، بقول ما في خطا ابدا، وبيطلع خارج منطقه الجزاء ربيع الكاخي بصدره بهد الكره بمرر لاونيغا، اونيغا بمرر بدوره كمان لامير الحصري لمعتز بالله الجنادي. ارضيه الملعب والطقس اليوم ممتازين مثالي يعني. والرؤية أمامنا أيضا يعني ملعب طرابلس تكون مرتاح، بتشوف الملعب بشكل مرتاح فارس، يعني بتقدر تكون على مقربة من كل التفاصيل والأحداث يلي عم تصير على أرض الملعب، وهيدا هدفنا أنه ننقلها بشكل دقيق وقد ما فينا يعني بصراحة بدقة للجمهور اللبناني خلف شاشة ام تي في. كل الموسم رح أكون معكم بمتابعة لكل المباريات من شمال لجنوب لبنان.
كنا بالاعاده عم نشوف الكره اللي كان عم يطالب فيها خالد تكجي بحصول الخطا. حاليا بالهجوم فريق طرابلس، يعني فريق عم بيركض عم بيعطي كل شيء في عنده، بس عم ينقصوا مثل ما بيقولوا الفينش، يعني الفاينل تاتش، اخر كره اللمسه الاخيره. هون خطا لصالح احمد دياب، احمد دياب اللي عم يتعرض للخطا هون، وركله حره مباشره لصالح فريق طرابلس يلي رح يجرب انه يقلص الفارق. اليوم عم بيعتمد على حسن العويد لاعب سوري بيحمل رقم 7، على تياغو لاعب رقم 11 لاعب برازيلي يلي بيمتاز بتسديداته القويه. مين غير احمد مغربي رح ينفذ هالركله الحره يلي رح يتركها بدوره ويجرب ياخذ مكان له. حكم المباراة سامر سيد قاسم يلي رح يجرب كمان يطلع من دون أخطاء بهالمباراة، وجهاز التحكيم ككل. منتابع الركلة الحرة اللي بتتنفذ داخل منطقة الجزاء، خطرة كتير مش معقول شو عمل حسن العويد. حسن العويد أضاع كرة سهلة كتير، كان بيقدر يهز شباك فريق الأنصار بالإعادة. نرجع بنشوف طلع لحاله بعيد مترين عن المرمى ولعب دور المدافع مش دور المهاجم. ايضا تمريره عاليه للحج مالك، الاونيجا بيقطعها، في تسلل كان لصالح فريق طرابلس. يعني ربيع الكاخي بعد ما اختبر باي كره حقيقيه، روبرت جاسبرت يلي صار له اسبوعين مع الانصار، الاسبوع الاول كان الانصار بمعسكر بالبقاع، خاض 3 مباريات، تعادل مع الاصلاح برج الشمالي، تعادل مع الشباب بر الياس قبل ما يربح بمباراته الثالثه على الاخاء الاهلي علي 1-0، هدف كان لعلاء البابا. هاي كانت تحضيرات فريق الانصار لانطلاق الدوري اللبناني. ابشر فارس، مباراه الشباب العربي والاصلاح النتيجه لا تزال سلبيه بالمقابل. تضامن الصور تقدم على النبشيت، ومن بعد النبشيت كان عم يعادل الارقام 1-1 نتيجه حاليا بالوقت. الامير الحصري عم يلعب كره عرضيه لداخل منطقه الجزاء، شبريكو تسديده حلوه كثير من شبريكو. هيدا امير الحصري تقدم بشكل ممتاز الظهير الايسر ولعب لشبريكو خطيره جدا، يعني تبادل المراكز بين لاعبي الانصار فعلا عم يتعب مدافعي طرابلس. شبريكو من الجهه اليمنى للجهه اليسرى قدر يستلم، يلتف على نفسه ويسدد الى جانب القائم الايسر لمرمي عبده طافع. فعلا المقاربه الهجوميه لروبرت جاسبرت اليوم ممتازه جدا، وبرايي انصار عم يوجه رساله شديده اللهجه ومبكره الى كل خصومه بانه حاضر، رغم عدم قدرته قبل بدايه الموسم على الفوز بالكاس السوبر او حتى بكاس النخبه، بفرج انه حاضر مع انطلاق بطوله الدوري بالصوره الجديده مع جاسبرت. ايضا المغربي بيلعب الكره الاماميه طويله باتجاه وليد فتوح، صعب كثير على وليد فتوح، وتغطيه ممتازه مره جديده من امير الحصري. شوفوا بالاعاده امير، شوفوا امير لعب الكره العرضيه وصل للشبريكو، يعني من وين اجى حسن شعيطو، رائع جدا وذكي جدا كانت من رقم 16. من جديد التمريره العرضيه، شبريكو الكنترول ممتاز والتسديده بالقدم اليسرى الى جانب القائم الايسر. ذكي كثير اللاعب، عرف كيف حضرها لنفسه. النتيجه لا تزال 2-0، لكن من دون شك هدف ثالث كان ممكن يقضي على امال طرابلس بشكل مبكر، لان العوده بعد التاخر ب3 اهداف امام فريق مثل الانصار هي صعبه جدا. انس ابو صالح بيحاول يحمل الكره امام الحاج بالك، الحاج بالك ممتاز جدا، انما انس عم بيقاتل على كل كره بتروح عند خالد التكجي بمواجهه لاعبين. خالد عم بيراوغ، خالد التكجي بغير اتجاه اللعب للاونيكا للخلف لعلي عبود، عباس عتوي اونيكا اليوم 10/10 بتمركزه وبتمريراته الصحيحه لحد هالوقت. الحاج مالك ايضا تمريره اماميه ذكيه جدا لعلاء البابا، خطيره جدا علاء البابا، ممكن يمر كلاوديو معلوف موجود على التغطيه، ممتاز جدا هالمره كان كلاوديو معلوف بالتغطيه. هيدا الامر يلي كنا عم نتحدث عنه، يعني وجود كلاوديو معلوف وتياغو امارال امامه لاحمد مغربي هو امر اكثر من مهم، لانه مطلوب منهم يرجعوا يساعدوا يعملوا التغطيه بكل مره بيتقدم فيها علاء البابا او عباس عطوي.
هالامر ما عمله كلاوديو معلوف بحاله الهدف الاول، لكن كنا عم نشوف التغطيه اللي عملها على علاء البابا كانت بالوقت المناسب فعلا. خالد تكجي اللي بده يحضر حاله الاسبوع الثالث شربيل، بده يواجه فريقه السابق، بده يواجه جمهور النجمه، بده يواجه بس اكيد ولائه هلا للقميص الخضراء، ولائه لنادي الانصار، وهيدي كره القدم يعني لاعبين بينتقلوا من نادي الى اخر. كره اماميه من الشبريكو، ولا اجمل فرصه مع علاء البابا، علاء البابا داخل منطقه الجزاء بس تدخل من انس صالح، انس صالح اليوم عم بيلعب ضد فريقه السابق كمان، يعني عم تشوف عم بيستقتل على كل كره قلب دفاع فريق طرابلس، عم بيلعب ضد فريق الانصار فريقه السابق بس اليوم ولائه كمان لفريق طرابلس. وبداية صعبة كثير لأنس أبو صالح بصراحة أمام فريق متعطش للفوز، متعطش للانتصارات، وما معود غير على الانتصارات الأنصار. اسم على مسمى بالفعل بوقت يلي أونيكا عم يلعب الكرة العرضية، ما وصلت لرأس أو أبو بكر كمارة هو اللي لعبها فعلا، كان منطلق من الخلف بسرعة صاروخية أبو بكر كمارة المدافع الغيني. انتظار تالان داي رح يكون اضافه كثير كبيره للانصار، وايضا عبد الله طالب قائد طرابلس، يعني اسماء كثيره، يعني الانصار كان الاكثر نشاطا بصراحه بسوق الانتقالات، تغيير شامل فينا نقول شبه جذري على تشكيله فريق الانصار هالموسم فارس. يعني فريق الانصار عنده فريق ثاني على مقعد الاحتياط، كره مع علاء البابا بمررها للحج مالك اماميه، وفرصه انصاريه بيبعدها دفاع فريق طرابلس، بتوصل لتياغو، تياغو بيتقدم، تياغو لاعب برازيلي، تياغو بمواجهة عدنان حيدر بيتقدم بيلعب الكرة بس في تسلل، في تسلل كان على فريق طرابلس، يعني اليوم ما عنده مشكلة أبدا أحمد دياب كان متسلل، ما عنده مشكلة أبدا مين اليوم روبرت جاسبرت، عنده فريق ثاني على مقاعد الاحتياط. بكرة إذا رجع عبد الله طالب ورجع تالانداي بتصير تقول مين من الفريق الحالي يلي بده يكون خارج الملعب، لأنه هيدا فريق كمان كل الاسامي الموجوده اسامي كثير كبيره مع فريق الانصار، اضافه لوجود محمود كوشك يلي دائما بياخذ ادوار هجوميه وممكن اعتماده كورقه رابحه. يعني فعلا الانصار كامل متكامل، ما عنده اي ذريعه روبرت جاسبر تيقول انه كان ناقصه شيء لينافس على اللقب او لعدم احراز اللقب في حال حصل هذا الامر. على كل حال الحديث لا يزال مبكر لتقييم عام للفرق بشكل عام. الحاج مالك بعيدة لأبو بكر كمارة، الكثافة العددية موجودة عند فريق طرابلس بوسط الملعب، الوقت يلي تمرير أمامي ما في أي تسلل، الأمير الحصري عبدو طافع عم يخرج بالوقت المناسب، لكن أمر لافت الحضور البدني الكبير للرقم 93، الخط كله على الجهة اليسرى عم يقدر يكون موجود عليه أمير الحصري. بداية مباراة أكثر ممتازة وبداية مشوار أكثر ممتاز مع نادي القلعة الخضراء بالوقت يلي علاء البابا عم يتقدم، عم بيروح بمواجهة أنس أبو صالح، علاء بحاول يمر، علاء بحطها لعند أونيكا خطير من هالمسافات، في حال سدد بقدمه اليسرى عم بيسحط في أونيكا بموه، بحاول يسدد أيضا الكنترول مرة جديدة هالمرة للتكجي، خطيرة للأنصار، خالد التكجي بيلعب الكرة العرضية وبترتد من وليد فتوح إلى ركلة ركنية. الأنصار سريع جدا بالارتداد من الدفاع للهجوم، هيدي رابع ركلة ركنية للأنصار بالمباراة. التكجي منه لأونيكا، أونيكا للخلف لعند أمير، أمير بيلعب الكرة العرضية مقطوعة مرة جديدة، عدنان حيدر، عدنان بحاول يلاقي المساحة دائما بحث الأنصار عن تسديد من مشارف منطقة الجزاء، لحد الوقت طرابلس قادر يمنع الخطورة، حسن العويد عم يقاتل على الكرة، عدنان حيدر مرة جديدة أيضا بيبعدها بتروح لعند تياغو أمارال، طرابلس ما بيقبل يستسلم، طرابلس مصر انه يرد، مصر انه ينهي الشوط الاول بافضل نتيجه ممكنه بالنسبه له، 30 دقيقه كانوا مروا على انطلاق المباراه والهدفين المبكرين للانصار. لكن يلي بلشوا يتابعونا باللحظات بالدقيقه 9 علاء البابا سجل، بالدقيقه 11 معتز بالله جنيدي كان عم يضيف الهدف الثاني، النتيجه 2-0 لمصلحه الانصار. كلاوديو معلوف اسرع، لازم يكون طرابلس اسرع في حاله بطء بالانتقال من الدفاع للهجوم عند فريق طرابلس بعكس فريق الانصار اللي عم بيكون ممتاز بهالامر. تياغو امارال على الجهه اليسرى لعبد الله عيش، عبد الله بيلعب الكره على العرضيه قبل ما توصل للعويد، القائد الامين بدفاع الانصار معتز بالله جنيدي كان عم يبعدها. شوفوا الحاج مالك وين كان، شوفوا الحاج مالك وين كان على الطرف الايمن من الملعب، فعلا متعب هاللاعب، مرهق اللاعب، مزعج هاللاعب. علي عبود، من حمزة عبود إلى علي عبود عم تنتقل المهمة
على الجهة اليمنى بالنسبة لفريق الأنصار. مهمة حماية الرواق الأيمن عند الفريق الأخضر أحمد دياب بمواجهة علي عبود مرة جديدة، بتروح لعند أحمد مغربي القائد الطرابلسي. أحمد أيضا كرة على الجهة اليسرى وفي تسلل. التسلل موجود والرأي مرة جديدة. هون جمهور طرابلس كان عم يعترض على قرار الحكم، كان عم يعتبر انه ما كان في تسلل، يعني كرة واضحة ما كان فيها تسلل ابدا، بس قرار الحكم بالنهاية قرار لا رجوع عنه، وركلة حرة غير مباشرة تكون لصالح فريق الأنصار. كمان مرة فريق الأنصار مع معتز صاحب الهدف الثاني بهالمباراة، العباس عطوي لاعب العهد السابق لاعب الأنصار الحالي، أمير فعلا أمير بهالمباراة لهلا، عم ملك بيلعب، عم بيكون بمركز الظهير الأيسر، عم بيعطي كل شيء، بتلاقيه بالهجوم بتلاقيه بالدفاع وين ما كان بالملعب. مفاجأة سارة بمباراة اليوم بالنسبة لجمهور الأنصار وجود أمير الحصري فارس. شبريكو بيتقدم أوه لو قطعت، بس اللي قطعها هو أنس أبو صالح. كنا رح نشوف نحن وياكم الحاج مالك لحاله منفرد تماما. ابو بكر كمارا كمان لاعب لهلا عم بفرجينا على مهارات فنيه عاليه. ربيع الكاخي اليوم بحراسه المرمى، حسن مغنيه على مقاعد الاحتياط، هذا بدل انه فريق الانصار كمان صار عنده حارسين من الطراز الممتاز. ابو بكر للحج مالك يلي بيخسر الكره، تنتقل سريعه مع نوفاكوفيتش يلي بيتقدم وبيحصل على خطا، نوفاكوفيتش اللاعب البوسني المحترف بصفوف فريق طرابلس. الحكم سامر سيد عاصم يلي عم يعطي تعليماته للاعبي فريق الانصار، وكمان الكره لازم تكون بمحل معين. طرابلس عم بيتحركوا، شربيل عم يعملوا، جربوا يعملوا شيء بس ما في خطوره صحيح على المرمى. يعني طرابلس الاعتماد على الكرات الطويله باتجاه وليد فتوح واحمد دياب ما نفعت لحد الوقت. هالمره المحاوله عم تكون بركله ثابته عبر قائد الفريق احمد مغربي. احمد بيتقدم بيلعب الكره الى داخل منطقه الجزاء، ربيع الكاخي عم يخرج وعم يلتقطها بشكل ممتاز. ربيع الكاخي الحارس القادم من النجمة، ربيع الكاخي من النجمة للأنصار، خالد التكجي من النجمة للأنصار، وبلا مواجهة رح تكون بالنسبة لهاللاعبين بمواجهة النبيذي بالمرحلة الثالثة. وليد فتوح من جديد بحاول يمر، معتز بالله جنادي وأمير الحصري كانوا على الكرة الأخيرة. سامر السيد قاسم يقول في لمسة يد وكرة ثابتة مرة جديدة عند أحمد مغربي، واحد من ثلاث لاعبين فقط بالموسم الماضي شارك بكل دقائق البطولة ال 1980 دقيقة. أحمد مغربي إلى جانب هادي خليل حارس مرمى التضامن سور، وأحمد عطوي مدافع الإخاء الأهلي علي. فعلا نقطة لافتة لأحمد مغربي على تنفيذ هالمرة. موجود عبد الله مغربي، من احمد مغربي الى عبد الله مغربي، والكره الى داخل منطقه جزاء عاليه جدا وبعيده جدا، عاليه جدا وبعيده جدا من عبد الله مغربي. صحيح انه متاخر طرابلس بهدفين، لكن من المفترض يحافظ على تركيزه لانه الانصار قادر بالشوط الثاني يواصل على نفس النمط، وخصوصا انه روبرت جاسبرت عنده العديد من الخيارات مثل ما ذكرنا على مقاعد البدلاء، واحد منهم نصار نصار يلي بدأ عملية التحمية. روبرت جاسبر منه راضي أبدا عن الكرة، مباشرة من ركلة مرمى إلى خارج أرض الملعب مع الكاخي، بتروح لعند أحمد مغربي. عدنان حيدر، خطأ على عدنان حيدر، خطأ إذن على عدنان حيدر. أحمد مغربي عاد القائد الطرابلسي ليتولى هو عملية تنفيذ الكرة الثابتة. أنس أبو صالح عم يتقدم إلى داخل منطقة الجزاء، خمس لاعبين
من طرابلس، اصبحوا سته داخل منطقه جزاء كره المغرب. ربيع الكاخي بيطلع بالبوكس، ممتاز جدا كانت الكاخي، بتروح لعند اونيكا بكعب القدم للشبريكو، والتسرع غير السرعه من دون شك بالنسبه للارتداد من الدفاع للهجوم. كره الشبريكو كانت بعيدة جدا ما قدر يسيطر عليها. وليد فتوح بيسيطر على الكرة من الجهة المقابلة، وليد بحاول يتقدم، وليد بحاول يمر بين ثلاث لاعبين انصاريين، بيلعب الكرة العرضية، بيلعب الكرة العرضية والرأسية السورية كانت حاضرة مع حسن العويد بين يدي ربيع الكاخي بالمكان المناسب. كان حسن العويد ما معقول كان بالمكان المناسب ليلعب الكرة الرأسية، لكن أيضا ربيع الكاخي كان متمركز على مسار الكرة. لعويد، وليد فتوح بالدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، عم يضغط طرابلس بشكل ممتاز، أول مرة بيقدر وليد فتوح يتخطى ربيع أمير الحصري، أول مرة بيقدر يتخطى أمير الحصري وليد فتوح ويلعب هالكرة العرضية. لحسن حظ الأنصار موجود معتز بالله جديد، ركلة ركنية، طرابلس مصر إنه ينهي الشوط الأول، مصر انه ينهي الشوط الاول اقله بهدف يقلص من خلاله الفارق. نشوف روبرت جاسبر كان عم يبعت امير الحصري للجهه اليمنى مطرح ما موجود الشبريكو، وعلى ما يبدو وضع حسن شعيتو الشبريكو كظهير ايسر بمحاوله لايقاف المد الطرابلسي اللي عم يقوده حاليا وليد فتوح. ركله ركنيه طرابلسيه الى داخل منطقه الجزاء على العارضه الاولى، مقطوعه بالراس، وجميله جدا الكره الاكروباتيه بين يدي ربيع الكاخي، مركز بشكل كثير كبير حارس مرمى الاخاء الاهلي علي والنجم السابق ربيع الكاخي بالوقت يلي الحاج بالي كان عم يسقط مره جديده، انما الانطلاقه ممنوع السقوط بالنسبه للانصار مع امير، امير عم يدخل منطقه بالساد جول، ما معقول يلي حصل، غير منتظر يلي حصل، مثل هاللاعب اللي كان غير منتظر بمباراة اليوم. بعدني عم بقول روبرت جاسبر ضربة معلم، أشرك أمير الحصري بشكل أساسي بمباراة اليوم، كانت الضربة الأولى والضربة الثانية لضربة المعلم جاسبر كانت عندما طلب من أمير يتوجه للجهة اليمنى وطلب من الشبريكو يروح ليلعب بمركز ظهير الأيسر لمحاولة إيقاف وليد فتوح، إنما أمير لقى حاله بمواجهة المرمى، سدد بقدمه اليمنى ويسأل بشكل كثير كبير عبد طافي عن هالهدف. عم نشوف بالإعادة الضربة القاضية بعد ضربتين من المعلم جاسبر، كانت هالضربة القاضية لعبد طافح ولا طرابلس بالهدف الأنصاري الثالث. تمريرة من جديد عم نشوفها للقادم من بعيد أمير الحصري من خارج حدود الوطن إلى ملعب طرابلس، إلى الصدارة يا أنصار مع الأمير ومع ملك الوسط عباس عطوي أونيكا ومعهم الجنود المجهولين المميزين علاء البابا شبريكو معتز بالله جديد وكل لاعبي الأنصار نجوم بهالمباراة من دون استثناء ومن دون مرفوض بالتسميات. بالوقت يلي المهندس الفنان الرهيب أونيكا بيلعب للحاج مالك السنغالي الأسمر الجميل على أرض الملعب، عم بيكون عم يعطي دروس بالتحرك بالنسبة للمهاجمين بالنسبة لرؤوس الحربة، بتروح لعند التاكاشي يلي بيسدد أيضا الكرة إلى خارج أرض الملعب. يعني الفورة الأنصارية ببداية المباراة بعد مستمرة، والمد الهجوم الأنصاري ما عم يتوقف مثل ما قلت فارس أنا بوقت سابق، عندهم حالة جوع الأنصار على الانتصارات وعلى تسجيل الأهداف. ثلاث أهداف بالشوط الأول، يعني نسبة عالية فينا نقول من الأهداف لفريق الأنصار يلي ما كان يمكن هو بتوقع أبدا، ولا حتى جمهور الأنصار أن يشوفوا ثلاث أهداف بالشوط الأول. مين بيعرف بعد باقي خمس دقائق من الوقت الاصلي الهدف الثالث، عبده طافح بيتحمل اكيد مسؤوليه الهدف الثالث، وهذا هدف نوعا ما بيقضي على كثير من معنويات اللاعبين. بس بعد في وقت كثير، بعد في شوط ثاني كامل، ما حدا بيعرف شو معقول يصير. هيدي كره القدم كل الاحتمالات تبقى وارده. حاليا فريق طرابلس بده يجرب يدخل على غرف الملابس باقل ضرر ممكن، يعني اكثر من ثلاثه ما بتحمل بقى. وببرودة أعصاب برواء عاد أمير حصري لمركزه ليلعب على وليد فتوح، وعاد الشبريكو ليكون موجود بمركز متقدم هجوميا. يعني روبرت جاسبر بعد تسجيل الهدف الثالث يمكن اطمئن بعض الشيء،
اعطى، رجع الدور ليستغل المساحات الفارغه مع السريع شبريكو بالوقت اللي خالد تكش هو يلي عم يروح حاليا على الجهه اليسرى. خالد تكش شو ممكن يعمل؟ هل راح يمرر؟ هل راح يسدد؟ خالد تاخر، خالد تاخر بصراحه، كان من المفترض ياخذ قرار التمرير بالدرجه الاولى الى الحاج مالك، ما لعب الكره العرضيه، قرار تسديد كان متاخر كمان بالنسبه لخالد تكشي، وخسر الانصار فرصه ذهبيه فارس لاضافه الهدف الرابع. بالوقت يلي حاليا احمد دياب عم وصل نفسه خارج منطقه جزاء، التسديد بتروح لعند وليد فتوح، خطيره جدا من الفتوح، فتوح عم يتقدم بمواجهه امير، انما عم يرفع شعار واحد امير الحصري، ممنوع المرور. هذا اللي كنا عم نقوله، لاعبين مثل فريق الانصار عنده فريق ثاني على مقعد الاحتياط. فريق الانصار ما عنده مشكله ابدا روبرت جاسبرت، مين بده يبدل مين بده يشرك، بعكس فريق طرابلس. بس كمان فريق طرابلس عم بيقدم مجهود كبير، عم بيعطي كل شيء في عنده، بس اخطاء دفاعيه قاتله عم بتسبب بدخول مرميهم لهلا ثلاث اهداف. ركله ركنيه بتتنفس داخل منطقه جزاء، وفرصه كمان كانت لطرابلس، ما عم بيصدق حاله ابدا حسن العويد شو عم بيصير معه. للمره الثانيه كمان كره راسيه ما عم تدخل المرمى. خالد تكجي، خالد تكجي على الجهه اليمنى، بيتقدم خالد بمرر كره على الجهه اليسرى لعند علاء البابا، علاء البابا بيتقدم على مشارف حدود منطقه الجزاء، بيسدد بجرب حظه، بقول لك هيك هيك عم تدخل كره المرمى. صار في ثلاث اهداف، بركي في هدف رابع. حاليا تمريره اماميه كانت من عبد الله غيش من دون اي صعوبه لربيع الكاخي، ربيع الكاخي يلي بده يحط الكره خارج الملعب بالاعاده، عم نرجع نشوفها، كره كان محظوظ فيها هون ربيع الكاخي، كره اوت خارج الملعب لانه في اصابه الحاج مالك لاعب فريق الانصار لاعب السنغالي. يعني صحيح الانصار متقدم بثلاث اهداف، انما اكيد ايادي الانصاريين على قلوبهم، بس شافوا الحاج مالك على ارض الملعب، يعني ما بيتحمل الانصار ضربه هجوميه من هالنوع. تالانداي مصاب والحاج مالك يصاب، ما راح يكون امر منيح ابدا بالنسبه للانصار. على كل حال الحاج مالك عم بشوفه قادر يتابع المباراه، الحاج مالك وجوده مهم تكتيكيا بالنسبه لروبرت جاسبر، شفنا تحركه قد ايه عم يخفف ضغط على لاعبي الوسط بتحركاته فارس الحاج مالك اكثر من هداف بكل بساطه، والدليل كرته العرضيه يلي اعطى منها التمريره الحاسمه لمعتز بالله جنيدي القادم من الخلف يلي سجل الهدف الثاني لفريق الانصار. لا لا شابوبا فعلا فريق الانصار عم بيقدم مباراه كبيره. الحاج مالك يلي راح يترك الكره ويمررها اكيد لفريق طرابلس، هذا الشيء يلي صار بواسطه اونيغا، الكره عم تتمرر. نوفاكوفيتش يلي اليوم مثله مثل دفاع طرابلس عم يتحملوا عبء الهجمات الانصاريه. تياغو يلي بعد ما شفنا منه شيء يذكر للاعب البرازيلي، بعد ما شفنا اي تسديده على المرمى. تياغو بمرر لحسن العويد، حسن العويد بيخسر الكره. شوفوا التمريرات الثلاثيه الرائعه كمان معتز لخارج الملعب. فريق طرابلس بعد بقيله نص دقيقة من الوقت الأصلي لزمن الشوط الأول ليجرب يعمل شيء بهالمباراة. كرة حاليا من وليد فتوح بيحصل عليها رمية تميس، عبد الله مغربي، عبد الله مغربي معه كلاوديو معلوف، كلاوديو معلوف على الجهة اليمنى. شو بده يعمل كلاوديو؟ بده يجرب يحصل على ركلة ركنية أو على خطأ، وهالشيء اللي بصير. مهارات فرديه حلوه كثير من كلاوديو معلوف، وفريق طرابلس يلي عم بيطالب انه الحكم يعطي انذار، يعطي بطاقه صفراء. دقيقتين وقت محتسب بدل عن ضائع. ركله حره مع احمد مغربي، احمد مغربي يلي رح ينفذ هالركله الحره واللحظات الأخيرة لفريق طرابلس بهالشوط الأول. أحمد مغربي بيتقدم بيطلع لمين بده يمرر، لمين بده يرفع داخل منطقة جزاء فريق الأنصار، بيرفع الكرة يلي بيبعدها وبسهولة تامة
دفاع فريق الانصار ترتد لعند عبد الله عيش. عبد الله بيرفع الكره فرصه لفريق طرابلس اذا قدر يستغلها داخل منطقه الجزاء بس في ركله ركنيه. علي عبود بينجح انه يبعد الكره لخارج الملعب. علي عبود ابو بكر كمارة الى جانب علي عبود وركله ركنيه. مين غير احمد دياب رح ينفذها؟ دخلنا بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، يعني يمكن تكون محاولات طرابلس الأخيرة بهالشوط الأول. كرة بتتنفس داخل منطقة الجزاء، كمان الحج مالك بيبعدها بس الكرة بعدها طرابلسية ترفع داخل منطقة الجزاء وفرصة لفريق طرابلس مع حسن العويد بيبعدها الحج مالك. ما انتهت الكرة بعدها داخل الملعب بدون ما يكون في تسلل. حاليا الكرة مع عبد الله عيش اللي بيلعبها داخل منطقة الجزاء وفرصة فرصة فرصة في تسلل على فريق طرابلس. يعني الكرة لو دخلت ما كنا شفنا هدف ابدا، ما كان رح يتم احتسابه. كرة كان عم يتصدى لها ربيع الكاخي، بنرجع بنشوف الكرة بالإعادة، ما كان في تسلل. يعني الكرة الواضحة ما كان في تسلل ابدا والحكم هون بيرفع رايته بيعلن عن تسلل. ونتيجه الشوط الاول النهائيه 3-0 لصالح فريق الانصار. شو رح تكون تعليمات تيو بوكر؟ شو رح تكون تعليمات روبرت جاسبرت بالنسبه للشوط الثاني؟ هل رح نشهد المزيد من الاهداف؟ هل النتيجه رح تبقى على حالها؟ كل الاحتمالات رح تبقى وارده. على كل حال خليكم معنا لناخذ بريك اعلاني صغير، من بعدها رح نرجع للاستوديو التحليلي بارض الملعب زميلنا شربل كريم يلي رح ينضم له كمان حسين حمدان يلي رح ينضم لشربل ليعطوا كمان رايه حسين بهالشوط الاول. بريك اعلاني ومنتبه نحن وياكم.